الله وبركاته. النهارده انا كنت بس حابه اتكلم عن حاجه لها علاقه بالتدريب بشكل عام، لان موضوع ان انت تدرب او يعني انك انت تنقل المعلومه دي حاجه جميله جدا وعظيمه جدا، ان انت تكون عارف معلومه ودارس حاجه معينه وحابب تفيد بيها غيرك، فدي حاجه جميله جدا. بس في نقطه حابه ان انا اتكلم فيها مهمه جدا جدا للناس اللي بتقول انا يعني ما بعرفش اوصل المعلومه او ما عنديش القدره ان انا ادرب او ان انا اواجه، سواء كان الموضوع ده في فيزيكال لوكيشن يعني بيدي في مكان قدام الناس قدام الجمهور او من ورا الكاميرا كده زي ما انا بشرح. انا بشكل عام بصراحه جربت الاثنين، بس اعتقد ان انا لو ما كنتش بدرب قبل ما اطلع قدام الكاميرا لمده سنين كبيره جدا واعمار مع اعمار مختلفه كمان، اعتقد ان برضو كان هيبقى فيه صعوبة للشرح خلف الكاميرا. الناس بتبقى فاكرة العكس، الناس بتبقى فاكرة ان انت وقوفك قدام الجمهور له خضته اكتر وله رهبته اكتر وكده، لكن انا بحس ان لا، وجودك ورا الكاميرا بتطلع معلومة انت بيشوفها ناس كتير جدا جدا جدا. انت ممكن تكون في الكورس مثلا 20 واحد او 30 واحد او اقل كمان، يعني صعب ان احنا نوصل ل 30 واحد، يعني انا كنت بالكتير قوي بدرس 18 20 في المكان او في المرة الواحدة. فممكن انك انت العدد اللي انت واقف قصاده او الفئه العمريه كمان ممكن تكون تقدر انك انت تتعامل معاها بشكل اكثر ثباتا. لكن على فكره انك انت تشرح بشكل يرضي كل الفئات العمريه او توصل المعلومه لكل الفئات العمريه من خلف الشاشه شويه محتاج انك انت تتدرب. في كل الاحوال، في كل الاحوال سواء واقف قدام حد او ورا الكاميرا، فبحتاج انك انت تتدرب كويس. بس انا بعتقد يعني ان انت عشان تطلع تتكلم وتنشئ قناة تعليمية إلى حد ما لازم تكون وقفت قبل كده قدام الناس وشرحت. طب نفترض إن أنت ما وقفتش وشرحت وعندك معلومات قيمة جدا وحابب إن أنت تطلع تشرح. أنا شايفة من وجهة نظري إن أنت في دورة حاجة اسمها تريننج أوف ترينرز، اللي هي دورة تدريب المدربين، بيكون في حد متخصص بيعلمك إزاي تشرح. وهنا على فكرة دلوقتي بيعلمك إزاي ترتب الشرح خلف الكاميرات او على او قدام الناس كده فيس تو فيس، يعني تشرح كده في ايه في ورك شوب قدام الناس. فهي العمليه مش صعبه، هي العمليه بس هتتطلب منك شويه مجهود في ان انت تنظم افكارك. يعني احنا قبل ما بنطلع كنا نشرح للناس كنا بيبقى في ماده علميه احنا اللي شغالين عليها بنفسينا، لان الترينر هو اللي بيبقى شغال عليها بنفسه. انت ملتزم بفيرجن معين او اصدار معين، لكن انت اللي بتظبطه وبتهيئه بشكل معين عشان تقدر توصل المعلومه للشخص اللي قدامك. فكان موضوع له كده خطوات وستبس معينه، ومع الوقت ثقتك بتزيد وسنه ورا سنه بتتعلم ان انت خلاص تتعامل، حتى لو على فكره مش محضر خلاص بقى المعلومات بقت موجوده عندك، فتقدر ترتجل وترتجل بشكل صحيح. بس ما ايه الواحد ما مش حقيقة مثلا مش هقف الف مثلا حاجات مش موجوده، لا اكيد هرتجل بشكل صحيح. ومش عيب على فكره ان انا في حاجه ما اعرفهاش اقول لحد ان انا المره الجايه ان شاء الله هجاوبك عليها. ودي نقط ازاي تتعامل مع الكريتيكال سيتويشنز او المواقف الحرجه بالنسبه لك في الكورس، وبالذات انت لما بتطلع تكلم حد من ورا الكاميرا الى حد ما مش بيسالك الا لو كنت لايف، لكن لو انت فيس تو فيس لا، انت بتتعرض ان انت تتسال وانك انت تجاوب وهكذا. ولكن الترتيب والتحضير ورا الكاميرا بياخد من وجهه نظر بياخد مجهود ووقت اكبر، يعني خصوصا في مونتاج وفي حاجات كتير جدا بتتعمل. يعني عشان كده لو انت حابب ان انت تدرب سواء كنت ورا الشاشات او عايز تدرب بشكل عام، عندك موهبه حاسس ان عندك الموهبه بس عايز تتعلم ازاي تعمل الموضوع ده بشكل صحيح، تقدر تاخد دوره التريننج اوف ترينر. دي موجوده في حتت كتير جدا جدا، وعلى فكره انت ممكن اصلا تشوف الدورات دي اونلاين موجوده على اليوتيوب، ممكن تبص مش لازم تروح مكان معين تتعلم ازاي يبقى تريننج اوف ترينر. طبعا هو افضل لان بيعلمك الوقفه والكلام ده كله، لكن دلوقتي الاونلاين سهل حاجات كتير جدا جدا، فتقدر انك انت تدخل وتشوف ازاي تتعلم ازاي تعلم الشخص اللي قدامك. ده كان حاجه كده كنت حابه ان انا يعني اجاوب عليها للناس اللي حابه انها تشتغل في مجال اليوتيوب في الايديوكيشن والتعليم، في اي مجال بقى، في اي مجال هو عايزه، او حتى فيس تو فيس قدام الناس ازاي تتعلم انها تشرح للناس بشكل صحيح وتحضر الماده العلميه والى ما ذلك. ان شاء الله اشوفكم قريبا باذن الله على القناه، واتمنى لو كنت بقدر افيدكم ولو بمعلومه صغيره ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، ولو شفنا اول مره تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.